فاكرين طبعا نادي الكروم وفاكرين نادي الترام، فرقة كبيرة جدا جدا. استلام حلو من خطورة الشامي والهدف جوه جول جوه جول. محمد الشامي يقول كلمته ويتقدم الان النادي المصري بهدف اول في الدقيقة 34 من الزمن الشوط الاول، لوحده خالص لوحده خالص وسط هفوة دفاعية غير عادية من لاعب الاتحاد، وعلى طول انطلاقة وباصة روعة وانطلاقة حلوة. هذه العادة مرة تانية يوسف الجوهري في نص الملعب عامل عظمة، واي عظمة، عامل باصات سحرية غير عادية. يوسف الجوهري اللاعب المحوري يعمل باصة جميلة ثم الاستلام هو كل الجمال. استلم كرته حلو وعدى حلو وحطها روعة الروعة روعة الروعة من محمد الشامي على شمال عمر صلاح عشان النادي المصري يتقدم الان بالهدف الاول، هدف التقدم يا سادة في الدقيقة 35 من زمن المباراة، والهدف السادس للاعب الدولي محمد الشامي في الدوري المصري في هذا الموسم. ترجع ناحية اليمين لفرقة النادي المصري أمادو با، كرة طولية صلاح محسن لوحده انفراد، عدى صلاح من الخطورة والتصويب والهدف جوه جول جوه جول. الهدف الثاني الهدف الثاني للنادي المصري بقدم صلاح محسن، انطلق راح وعدى وسط فرجة وسرحان موجود ورا في دفاعات الاتحاد. بص الباصة من ميدو جابر والتحرك روعة، ما فيش تسلم موجود، في تغطية موجودة من هشام صلاح، على طول صلاح محسن يعمل انطلاقة ويعمل تصويبة حلوة، حطها فين؟ في التسعينة في المقص الشمال على شمال عمر صلاح عشان النادي المصري يعملها تاني ويسجل الهدف التاني، هدف التعزيز في الدقيقة التانية بلس 45 من عمر الشوط الأول. أدي استلامة وأدي انطلاقة وسط حراسة وفرقة موجودة ورا في دفاعات سيد البلد، وعلى طول صلاح محسن يسجل الهدف الثاني ليه في دوري نايل في هذا الموسم، وهدف ثاني للنادي المصري في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. للمصري متقدم حتى الآن بهدفين مقابل لا شيء.